السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيتها الرائعات أيها الرائعون في كل مكان، جمهورنا الحبيب اشتقنا لكم جميعا، مدة طويلة ما تواصلناش ما تشوفناش، عدة رسائل لا أبالغ إن قلت بالمئات ومن القارات الخمس، الناس اللي كيسولوا علينا وفين غبرتي والمانع إن شاء الله خير، فالشكر موصول للجميع. طبعا ما قدرش أرد على كل شيء والله إلا الرسائل كثيرة جدا، ولكن أشكركم من صميم قلبي، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. بالنسبة للسفر تم على أحسن ما يرام، كتعرفوا حتى الكونيكسيون كيكون قليل في جبال الهيمالايا، وخاصة عاود من اللي كتمشي للجهة الأخرى خاصة في تنزانيا، من اللي كتنزل مباشرة من الطيارة كتلقى الريزو شوية كيفيبري. ولكن الحمد لله الأمور دازت على أحسن ما يرام، كل شيء يعني على أحسن حال. كنشكركم جزيلا مرة أخرى، والله يبارك فيكم ويحفظكم ويسر لكم الأمور ديالكم، ويجعل دائما المحبة بيناتنا ثابتة، المحبة ثابتة، وكيف ما كنقول لكم يعني شحال من مرة، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشاري. وتبارك الله عليكم، وغندخلوا في الفقرات ديال اليوم، وطبعا بزاف ديال الاخبار اللي راحت علينا وكنت كنشوف من بعيد بعيد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما كان يقول جدي من اللي كان قدي. وغادي ندخلوا دابا عندنا 4 ديال الفقرات غايه في الاهميه كالعاده، وغادي نبداو باهم شيء اللي طار كثير من المغاربه، يعني الاهتمام ديال كثير من المغاربه وغير المغاربه وكثير من الدول الاوروبيه حسب الاطلاع اللي اطلعت في اطار البحث والتنقيب على ما يجري وعلى الخلفيه ديال بعض الامور التي حصلت. ما نطولش عليكم في المقدمه، وهذه المساله وهي مبادره الحكم الذاتي بالصحراء المغربيه تحشد المزيد من الدعم الدبلوماسي للمملكه المغربيه الشريفه. انتهت اشغال التحالف الدولي لهزيمه داعش البارح الاربعاء، وبالتاكيد على اهميه تنسيق الجهود الاقليميه والدوليه لمحاربه التنظيمات الارهابيه بالقاره الافريقيه، في ظل تنامي التهديدات الخارجية المحدقة بدول القارة. وكيف ما شفنا ذاك النهار الظواهري، هذا النائب ديال بن لادن ولا ذاك من بعض الجرذان البشرية يهددون دول ويعني ناس خارجين من التاريخ، ناس مهمشين، والناس يعني كاين هذه الفئة الداعشية، والله يحفظنا وإياكم من شرورهم خوارج هذا العصر، كلاب أهل النار يحاولون أن يتطفلوا على الحريات، يتطاولوا على ما اكتسب العالم من إيجابيات. إذن الوزير المحبوب وزير الخارجية الأستاذ ناصر بوريطة قال إن الملك يريد أن تكون إفريقيا حاضرة في الرهانات الدولية، وكذلك قال على أن المباحثات الثنائية مع الوفود الدبلوماسية هدفت إلى مواجهة تهديدات داعش. وأضاف بوريطة في الكلمة الختامية ديال الاجتماع اللي دار في مدينة مراكش، وقال كلام اللي غادي يرد عليه الكلباني هذا الجزائري المبعوث ديال، والله أنا الآن ما فهمش هذاك الدور اللي عطاوه الكبرانات. قال الأستاذ بوريطة على أن الانفصال بات يغذي الإرهاب، لاحظوا معايا، الانفصال بات يغذي الإرهاب بالنظر إلى التقارب المتواصل ما بين الجماعات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية. سيد ناصر بوريطة أعلن على كثير من الدول اللي جددت الدعم ديالها لمبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية المفتعلة من طرف الجزائر. وما ننساوش قبل ما نمشيو للمقطع، من اللي كنقولوا الجماعات الانفصالية أو المنظمات أو الحركات الانفصالية أمثال البوليزاريو أنها وجهان لعملة واحدة مع داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، فمن باب أولى يجب أن نعلم ونتأكد على أن الأم الغير الشرعية التي أنجبت البوليزاريو وهي دولة الخسائر، والنظام عموما الذي يغذي هذا التنظيم من أجل زعزعة الأمن والاستقرار
في هذا الوطن المحفوظ بإذن الله ثم بملكه وشعبه، فواضح على أن الجزائر كما يرى الكثير عبر العالم أنها أصبحت أضحوكة ومهزلة، وبالتالي نعلم أن هي من تصنع هذه المخابيط إذا صح التعبير في المنطقة من أجل التشويش على الحريات الحقيقية والديمقراطيات الحقيقية، وكذلك من أجل الغميق على جمهورية القبائل. لأن احنا ملي كنقولوا جمهورية القبائل هي باش يكونوا واضحين في هذه النقطة، كاين اللي غيقول لك وحتى هذوك راه باغيين الانفصال، لا هذوك باغيين الحق الشرعي ديالهم الأصلي والأصيل، لأنهم هم أصحاب الأرض الحقيقيين، ولم يكون هناك شيء يسمى الجزائر حتى 1962، وهم كانوا وسيبقون ومضى حق وراءه طالب. إذا نمشيو للمقطع ديال الأستاذ بوريطة باش نشوفوا أشنو هاد المنتدى اللي دار في مراكش، شحال ديال الدول اللي هما تكبوا يعني على ما كانت تصرح به المملكة المغربية، وهو الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. وما غادي ننساوش غادي نسمعوا بعض الدول التي حيرت الدولة التي أعيت من يداويها، لكل داء دواء يستطب به إلا الخسائر أعيت من يداويها. أرى نسمعوا الأستاذ ثم نعود. طبيعة الحال كانت مناسبة لإخبار كل هاد الزملاء بتطورات القضية الوطنية وهذه الدينامية اللي كتعرفها من خلال دعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي. دول عديدة كما لاحظتم يا إما جددات ولا أعلانات لأول مرة عن دعمها لهذا المقترح. شفنا هولندا، شفنا صربيا، شفنا رومانيا، شفنا إيطاليا، شفنا المجر، شفنا سلوفاكيا وغيرهم من الدول، إسبانيا أمس اللي جددت كذلك الموقف. كل هذا خلق واحد الدينامية اليوم على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى تأكيد الدعم المتواصل لأشقائنا من الدول الإفريقية وإخواننا من الدول العربية. شفنا البحرين، الكويت وغيرها من الدول، شفنا غينيا، مازال جمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها، هذه كلها دول، جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي كلها اليوم كاين واحد الحركية، كاين واحد التحالف دولي لدعم إدارة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب في 2007 كإطار وحيد لحل هذا النزاع المفتعل. هذه الاجتماعات الثنائية أكدت ورسخت هذا المسار هذا. شكرا. إذا بغيتوا لقاءات ثنائية كيف ما سمعتوا إيطاليا، إيطاليا بعجالة ملي الرئيس ديال الطاليان عرضوا عليه من بعد ما جاء رئيس الحكومة ديال إسبانيا المغرب، قلت لكم ذاك الوقت راه ديك الحرشة اللي حطوا ليه جوج درهم ديال الحرشة، قالوا غيديروا مأدبة على شرفي يعني الخسائريين. فمن بعد اكتشفت على أن الشرف ديالي ضعف هذيك المائدة، ذاك الحرشة اللي كتعطى غير في أوراش البناء. إذا إيطاليا قلت لهم باي باي يا خسائر، فأنتم ما معكم كلام، ما معكم عشرة، معكم غير غادي نرجعوا مهزلة. هذا بلسان الحال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. أما هولندا اللي كنا كنستبعدوا أنها ستكون معنا فها هي اليوم معنا، كذلك فرنسا وألمانيا وكذلك رومانيا وكذلك إسبانيا وكذلك عدة دول عربية منها البحرين مثلا تعلن وتؤكد، والسعودية كذلك، صربيا والمجر وسلوفاكيا ما ننساوهمش من الدول الإفريقية، ما ننساوش غينيا وكذلك المجر اللي هي هنغاريا ما غادي ننساوهاش. وهنا غادي نجيو وغادي نشوفوا طرائف قاهرة الكبرانات السيد ناصر بوريطة الذي سمعتموه قبل قليل وزير الخارجية، ملي أعلن على أن هناك علاقة وطيدة ما بين الجماعات الانفصالية وما بين داعش. غادي يرد عليه هذا المسمى أبلاني، هذا اللي ما بيتسمى، أنا ما باغيش نعيب كاع في شي واحد صراحة، يلا جيت من السفر وما باغيش العيب مع شي واحد، نكونوا واضحين ما باغيش لعب مع حتى شي واحد. هذا المبعوث الخاص والرسمي والكيف كيسميوه ولاد الكراغلة، يعني هذا السيد البغلاني، قال الناصر بوريطة في التدوينة: لا شك أنك أضحكت كثيرا من المشاركين في منتدى داعش. وغادي يرد عليه السيد بوريطة وقال له: نعم أضحكتهم كثيرا بطرائف النظام الجزائري، واعترفوا جميعا بمغربية الصحراء في يوم واحد. In one day اعترفوا دول لم تكن
ولم يكن في حسبان دولة الخسائر التي أعيت من يداويها أنهم سيعترفوا اعترافا واضحا لا غبار عليه. فما بقي للبغلاني أو مجيدو الصوتة اللي هو هذا اللي ما كنذكره سميتو، ولا حتى ذلك الذي هو يترأس العسكر في الجزائر المعروف والمدعو اليوتيوبر الشنقريحة اللي كيجمع اجتماع المجلس الأعلى للبقر، ولا يعني كيقول كلام غير مفهوم مؤخرا. كنشوفوا في نفس الوقت، وهذه مهمة بزاف لابد أن نقف عندها، وزير خارجية تركيا يعلنها مباشرة ويقول نحن ندعم الوحدة الترابية للمغرب. شوفوا معايا حتى الأجداد ديالهم، يا جزائريون بكل أدب واحترام نقول لكم حتى أجدادكم يعترفون بمغربية الصحراء. احنا غنسمعوا المقطع، هي بقوا معنا الله يخليكم. يبقى الكائن الجزائري فقط من لم يفهم بأن ملف الصحراء قد حسم. ها هما كيقولوا ليكم هل أننا نحن رغم أننا أجدادكم ورغم أنكم أحفادنا، ولكن الحق أولى أن يتبع. أجيوا نسمعوا وزير الخارجية التركي أشنو غادي يقول لهم في هذه المسألة التي قصمت ظهر البعير. لنشاهد. مرة أخرى أؤكد على أن تركيا تؤكد على الدعم المملكة المغربية، الدعم الذي لن نتراجع عنه وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ونعتذره، يضحك طبعا كما تشاهدون ويقول مع أن أحفادنا الذين أنجبناهم داخل كما يقول الخيام في القرن 16 هم متوترون قلقون، لكن هذا طال الزمان أم قصر، عاجلا أم آجلا سنعترف. فارتأينا أن نعترف الآن بالصحراء المغربية لسبب بسيط جدا، وهذا السبب هو أن الصحراء المغربية، وعلى أن النظام العسكري أكد على أنه وجبت إعادة تربيته كما كان يناوئ أحيانا حتى ضد من يطعمونه ويسقونه. فهذا نظام لئيم بليد واحد الكلمة قالها بالتركية ما فهمتهاش مزيان الله يخليكم. المهم أنا كنحاول نقرب لكم، المهم هو أنه الاعتراف بمغربية الصحراء من طرف تركيا هذا ما يهمنا. أما الصداع ما بين الأحفاد وجدودهم، الصداع ما بين الأجداد والأحفاد ديالهم، هذيك المسألة كتبقى خارج البيت ديالنا بيناتكم، ما عندنا احنا علاش ندخلوا في هذه القضية هذه. إذا غادي نمشيو وبيع جال سيداتي وسادتي، وفي نفس السياق زعيم التفاهة المعروف بإبراهيم الرخيص أو ابن بطوش يعني مجهول الهوية الانفصالي إبراهيم غالي، كيعلق الأوسمة وكيعلق النياشين لأبطال سلسلة تافهة. إذا مجهول الهوية كيكرم التفاهة في مخيمات رقيطن والعجاج. في المخيمات لا وجود إلا للتفاهة، وبما أن القيادة ديال المنظمة الإرهابية البوليزاريو تافهة وستبقى تافهة، خرج الرئيس يعلق، الرئيس الذي هو طبعا رئيس من ورق حسب تعبير بعض المتطفلين من الخسائر ومن بعض الأماكن، فهو طبعا مجرد رئيس لعصابة. هاد الدراري اللي هما داروا سلسلة رمضانية وصوروا قال لك الواقع في المخيمات، هاد الواقع اللي هو طبعا مليء بالتفاهة والانحلال الأخلاقي والسفه والتفاهة والكلام ساقط في السلسلة حسب ما قرأت يعني في عدة مقالات. شاهدوا معنا الإخوة والأخوات أن هاد السلسلة قال لك سميتها خروجوا في اللوجو، باش تعرف يعني الأصل ديال هاد السلسلة ولا اللي فكر فيها ولا اللي صنعها ولا اللي دارها واستعملوا فيها دراري مساكن ما عندهم ما يدار. خروجوا في اللوجو، غير هاد السمية هذه خصها 100 ترفيقة وخصها يعني ربما شي فهمتي هذاك الكود ديال الليمن. خروجوا في اللوجو، وانا نسمع غير ما نقدرش نتفرج، انا شي حاجة اللي هي تثير الغثيان من العنوان، كيف ما كنقولوا في المغرب العشاء الزين كتعطي ريحته من العصر. هاد الشيء هذا غير باش تعرفوا على ان ابراهيم الرخيص او بن بطوش شخص تافه زعيم للتفاهة. كذلك نشير على أن إبراهيم الرخيص في الأيام هذه اللي فاتت كان مخبي ما كيبانش، ما خرج لي جاوب على الصداع ديال البوليس اللي كان واقع شي احتجاجات، قال لك البوليس الكرطونية اللي عندهم تما كانوا محتجين في المخيمات، وكذلك ما قال حتى شي كلمة باش يرجع النظام القياطن والعجاج وذاك الانفلات الأمني الخطير اللي وقع لهم ولا زال حتى الآن الناس يعني على فوهة بركان.
الزعيم لقى الوقت قال لك باش يتفرج في هذه السلسله، والاكثر من ذلك انه اشرف قال لك الرئيس ديال ما نعرف شنو على تكريم الابطال ديال هذه السلسله خرجوا في اللجوء، قال لك وعلق النياشين والاوسمه. العجيب في الامر الاخوه والاخوات كما كتلاحظوا قدامي، وانا شفت يعني تصاور اللي هي ما بكتفاهم والو، كنقول كيفاش هادو جاو باش يتعلقوا اليوم الاوسمه لابسين بيجامات، وشي لابس سورفيت ديال النعاس، شي داير صنداله، شي داير يعني ديك الحوايج باش كيمشيو بهم هكا في الزنقه، يعني بلا ما كان غادي كيسرح مثلا ولا شي حاجه من هذا القبيل. فهذا اذا ما دل على شيء فانما يدل على ان الاحترام لهذا الرجل ما كاينش 0%، لان الا كنتي كتحترم غير شي واحد موظف كاع بسيط او ضيف عادي راه كتلبس ليه شي حاجه مزيانه، ولكن ملي كيجيو هادو بالبيجامات باش يتعلق ليهم ما نعرفش شنو العقارب على صدرهم ولا ما نعرفش شنو ديك المصيبه قال لك كيسميوها الوسام. المهم احنا ما علينا الا ان نهنئ هؤلاء الشباب او المراهقين على التفاهه ديالهم، ونهنيهم على ان المعجب الاول باعمالهم او عملهم هذا هو ابن بطوش مجهول الهويه الذي هو عميل سابق لإسبانيا وعميل الآن للجزائر، واللي اضطر غير باش يداوى مشى داوى لإسبانيا. هاد الجزائر اللي حاضنة عليكم، هاد الأم الغير الشرعية، الأم العاهر إذا صح التعبير بين قوسين اللي هي الخسائر، ما عندهمش حتى مستشفى محترم كيف ما قلت لكم. عندهم المستشفى ديال عين النعجة وكاينه ديال عين الكلبة وشي وحدة عين البرغوثة وقيلة وش حاجة من القبيل. كورونا ما قادرينش يداوي بها الرئيس ديالهم اللي هو مجيد والسلطة، مصيفطين هذاك المصيبة الكحلة إسبانيا باش يداوى. واش انتم كتظنوا فعلا على أن هاد الوهم اللي صنعوا كيصدروا لكم يا شباب المخيمات، واش كتظنوا على أنه لم يحن الوقت ولم يئن الأوان باش تشوفوا حل نفوسكم وتعرفوا على أن هذه أكذوبة صنعت داخل الجزائر اللي حسبناها جارة وحسبنا على أن يجمعنا كثير من الأشياء، ولكن كنا غالطين في الحقيقة. خصكم تفيقوا، واللي ما فاق تمشي أماكن أخرى خصو يفيق ويعرف على أن الله حشرنا يعني أو حشر معنا في هذا الجوار قوم حمق هبل لكل داء دواء يستطب به إلا الخسائر أعيت من يداويها. وبعد هذا تقولون عن الدولة الورقية على أنها جمهورية، أهذا يعقل؟ استمتعوا بالواقع دون رتوش، هذه حقيقة تسمعونها منا، تسمعونها من يريد الخير للإنسانية، من الناس الذين هم ضد التطرف وضد الاحتقار ديال البشر، لأن احنا مع كل هذا وذاك نعتقد على أن كثير من الناس فهم مسجونون، فهم أسرى داخل المخيمات، وأنهم بين المطرقة والسندان وعلى رؤوسهم الرصاص. ولهذا نرجو من الدول التي تدعي الديمقراطية أن تجد حلا سريعا من أجل إغلاق هذه المخيمات ومن أجل تقديم هؤلاء التافهين، هؤلاء العملاء أمثال بن بطوش وأمثال مجيد السوطة وأمثال الشنقريحة إلى القضاء، إلى المحاكم الدولية، حتى يتم الأمن والاستقرار الحقيقي في المنطقة. إذن غادي نمشيو وبعجالة إلى فقرة لا تقل أهمية تحت عنوان ماذا يجري داخل المؤسسة العسكرية الخسائرية. ما غنطولوش في هذه الفقرة، دقيقة ما نفوتوهاش. إقالة اللواء نور الدين مقري محفوظ اللي عنده يعني هذا شاب جزائري، شاب جزائري الخدمة دياله هو أنه كان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية. هاد الشاب هذا اللي وقفوه يعني شاب كان قصد عنده 72 سنة، لأنه ما في النظام الجزائري 72 سنة باقي سنة الحليب كما كان عارفوا الجنرال 88 عام 84 86، المهم هذا باقي سنة الحليب جراو عليه، يلا دوز 14 شهر باش تعين، وتعين خلفا للواء اللي هو دابا راه في الحبس محمد بوزيت، وراه كنا هضرنا عليه العام اللي فات، اللي هو معتقل في سجن البليده العسكري رفقة العشرات من الجنرالات وكبار ضباط الجيش الخسائري. وهادو اللي هما دابا معتقلين يا ريت كانوا فاقوا قبل ما يتعتقلوا وكانوا ساندوا القضية ديال المغرب، كون على الأقل بلاصتي يعني هذه يجيو على الأقل نعطيوهم اللجوء، ربما أقول ربما نعطيوهم اللجوء السياسي بالنسبة للضباط في الجزائر. إلا كنتوما خايفين تسجنوا بحال اللي وقع المئات غير هذا العام هذا، إذا قدموا الولاء، قولوا كلمة الحق،
وربما ستجدوننا إن شاء الله مواسون لكم، ربما قد نمد أيدينا ونغفر لكم خطاياكم. أنا أقول ربما، وهذا رأيي الشخصي، لأن المغرب معروف على أنه وطن كريم، على أنه وطن قد يغفر لمن تاب وعاد إلى صوابه. وأما سيدتي وسادتي بالنسبة للاعب الدولي ودو اللي بدل الراية ديال المغرب من البروفيل دياله ودار الراية ديال الجزائر، أنا سبق لي وقلت لكم مرارا وتكرارا على أننا نشم رائحة الخيانة، نشمها شما، وكنت كنأكد وهضرت عليه شي 4 ولا 5 ديال المرات على الأقل. فها هو الآن ربما يعني مباشرة خرج ديريكت وقال لكم يا من تحسنون الظن ويا من تحاولون تكذيب من يهتم بخوانة الداخل والخارج، الآن قد انكشف الغطاء، ويوم ينقشع الغبار ستعرف أتحتك فرس أم حمار. إذن هذا الموضوع هذا وفقرات أخرى غادي نتكلم فيها اليوم، فيديو غادي يكون في إلياس نيوز وان في القناة اللي هي احتياطية، وكما سبق لي قلت لكم خصنا نساندوا القناة الاحتياطية لأننا تعرضنا لعدة مخالفات من طرف النظام الجزائري وإسلامي، ومن طرف الأبواق المأجورة، ومن طرف من يهتمون بإطفاء نورنا وبإسكات كلمتنا الحق التي بها نضحي من أجل بلدنا. ولا نقول يعني على أننا نضحي، لا لا لا، احنا منا بزاف الحمد لله، وهذا واجب وطني واجب ديني، نفتخر أن نكون جنود مجندة. وحتى أنتم أيها الرائعون والرائعات، والله إنكم جنود مجندة، وأن صوتكم يصل ويزعزع كثير ممن يعادوننا حتى من الدول. والآن شفنا شحال ديال الدول اللي جات، منها إيطاليا وهولندا، ما ننساوش الإخوة دائما هولندا، كنا نستبعد، وملي كنقولوا مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس صبحنا كنشوفوها جلية. إذا إيطاليا بسبب 2 درهم ديال الحرشة ها هما ولاو معانا، نسيها هذيك البغال هذاك، سمعت أنا والله أعلم يقال ويشاع البغال اللي كان عطى مجيده السلطة للرئيس ديال إيطاليا، قال لك هذا خيل أمازيغي أصيل، راه في ذمة الله، سمعت والله أعلم. إذا تبارك الله عليكم، كنتمنى هذه العودة هذه تكون يعني أصرت القلوب التي تنتظرنا والجمهور الذي أحبنا وأحببناه. لكم كل الاحترام والتقدير والتبجيل الإخوة والأخوات الكرام في كل مكان، الله يحفظكم ويبارك فيكم. وحتى الله فيديو ديال غدا دابا إن شاء الله ما غادي نتغيبش بإذن الله، بإذن الله دائما هتوليو تسمعوا عودنا والعود أحمد. وتبارك الله عليكم، تحياتي، إلى اللقاء. سامي العزيز، إن المغرب لا يتفاوض على صحراء، مغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات. ونقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.